أعداءكم باركوا لاعنيكم. بالله عليك في دين يقول كده؟ أحبوا أعداءكم، عدوك تحبه وواحد بيلعنك تباركه؟ طب أنا هقول أهو، أنا بكرهكم الله يلعنكم، حبوني بقى، باركوني بقى، حسبنا الله ونعم الوكيل في لحمكم ودمكم وعظمكم، الحمد لله الحمد لله. مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يا جماعة، يعني كان في خبر نازل على السوشيال ميديا ان في رفع اسماء من قوائم الارهاب، وتحديدا 716 اسم، بينهم بقى وجدي غنيم ويوسف القرضاوي وغيرهم من المتطرفين الاخوان الارهابيين. طبعا لما رفعوا اسمائهم من قوائم الارهاب، ناس كتيره اتكلمت على السوشيال ميديا والاعلام، وعمرو اديب ولميس الحديدي وغيرهم من الاعلاميين وابراهيم عيسى ايضا، والكل اتكلم هل الدولة بتعمل تصالح مع الإخوان؟ طيب هي شرعية السيسي مش جاية من إن هو كان عملنا ثورة 30 يونيو وإحنا فوضناه علشان أو القضاء على الإرهاب؟ تساؤلات كتيرة ومخاوف كتيرة كانت على السوشيال ميديا، وجدل كبير جدا على السوشيال ميديا، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هل في تصالح مع الإخوان في الفترة الجاية؟ طيب العدد ده كان كبير جدا، هل العدد ده قضية واحدة بس؟ النهاردة هنكشف لكم مفاجآت وحاجات كتيرة جدا على السوشيال ميديا وخصوصا على تويتر، ناس كتيرة اتكلمت يعني هنوضح للناس بعض الأمور. عمرو أديب كان كاتب عن رفع أسماء من قوائم الإرهاب، عملها عبد الناصر وباظت، وعملها السادات وباظت، وعملها مبارك وباظت، وانتوا عارفين عملوا فيهم ايه. خلي بالكم ان عبد الناصر كانوا هيتم اغتياله عن طريق الإخوان في المنشية، السادات بالفعل اختلوه على المنصة، خلي بالكم السادات اختلوه، مبارك عمل صفقة معاهم وعملوا جمعيات ومدارس إخوانية وعملوا حاجات كتيرة جدا، وفجأة انقلبوا عليه. فخلي بالكم ان الإخوان ورجبوا ثورة 25 يناير، خلي بالكم الإخوان يعني، وكأن التاريخ يعيد نفسه. فانت دول تاريخهم دموي وأسود، فالواحد لما يعمل تصالح أو ينزلهم من على قوائم الإرهاب، هل في هناك مؤشر؟ هل في ضغط دولي على الرئيس إن هو يعمل هذا؟ يعني بصوا كواليس كتيرة وحاجات كتيرة وناس كتيرة اتكلمت على السوشيال ميديا، بس احنا بنحاول نفهم هو إيه اللي بيحصل بالظبط. واحد هنا كان كاتب إيه بقى، بصوا بهما بيقولوا إيه يا جماعة، خالص التهاني لمن حصلوا في مصر على حقهم بالرفع من قوائم الإرهاب وما هم بإرهابيين، ومن الواضح أن القرار شمل قائمة واحدة هي القضية 620 لسنة 2018 بكل ما فيها أحياء وأموات، والغريب أن بعض الأسماء فيها حصلت قبل شهور قليلة على حكم قضائي بالرفع من القوائم دون تنفيذ الحكم. عموما ننتظر أن يتم إلغاء باقي القوائم سريعا وأن يتم الإفراج عن كل معتقل الرأي. خلي بالكم أن 716 دول كلهم قضية واحدة، يعني برضو الناس ما كانتش فاهمة الحتة دي، يعني ده مش قضية ودي قضية، لا ده كلهم كانوا متهمين في ايه، في قضية واحدة. فخلي بالكم دي كانت القضية 620 لسنة 2018، الاسماء اللي انتوا 716 اسم دول كلهم. تعالوا نشوف حاجة تانية، عمرو أديب برضو كان قايل حاجة تانية عن رفع 716 شخص من قوائم الارهاب، المحرض مسؤول عن افعاله، ده اكيد واحنا عارفينهم بالاسم، لا يرجعوا لا ترجع له فلوس ولا اشرب مؤامرات بقى. يعني الناس دي احنا طول عمرنا عارفين تاريخ الاخوان ايه، بتوع اغتيالات ومؤامرات وحاجات، فانت لما ترجع الاخوان هل ترجعهم ان هم يندمجوا بقى في المجتمع تاني ويعيشوا في المجتمع تاني، ولا هترجعهم سياسيا؟ هو الخوف بقى انك ترجعهم سياسيا، تفهمين يا جماعة؟ ده نص القانون 8 لسنة 2015 محدد المدة بحسب المادة رقم 1 من قانون رقم 8 لسنة 2015، يتم إدراك الشخص الطبيعي على قوائم الإرهاب في حال أنه ارتكب أو شرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، سواء بشكل منفرد أو في إطار مشروع إجرامي مشترك. وكانوا حاطين بصوا المادة هي مادة ده القانون أهو الإرهابي، كانوا بصوا موضحين بقى كل حاجة. بصوا استنوا أهو الكيان الإرهابي اللي هو الجمعيات، منظمات، جماعات، عصابات، خلايا،
أو غيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد، الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات. طيب، الإرهابي كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يحفظ في الداخل أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس. شوفوا يا جماعة الإرهابي ده مفهومه إيه، شوفوا القانون أصلا بيقول إيه. الأموال كمان، جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية، كل ده. التمويل، بصوا حاجات كتيرة جدا اتكلموا عنها، تجميد الأموال مادة 2، بتعد بقى النيابة العامة قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية، بتدرك عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم 3 من هذا القانون إدراكها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية. كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى قائمة الإرهابيين، تدرك عليها أسماء الإرهابيين إذ قررت الدائرة المشار إليها بإدراكهم عليها، كذلك إذا صدر في شأنهم أي منهم حكم جنائي نهائي هذا الوصف عليه. وتسري هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية مادة 3 تخص دائرة. بصوا قاعد يشرح بقى، مش هقرا ده كله يعني، بس قاعد يشرح حاجات كتيرة جدا. مادة 7 اهي، احنا عايزين بالنسبة للإرهابيين بقى الإدراك على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد. ده بالنسبة لمين؟ الإرهابيين. بالنسبة بقى الكيانات الإرهابية، حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، حظر تمويل أو جمع الأموال. دي الحاجات بتاعت قوائم الإرهاب. طيب بقى يعني الكلام واضح، احنا ملناش دعوة دول كفار ولهم المراسم بتاعتهم ولهم الهبل اللي بيعملوه ده والكلام ده، احنا ملناش دعوة بيهم. لا ملناش دعوة بيهم. ايه يعني اذا كنا هنعزي يبقى في سبب للتعزية يعني، لكن نطرحها معانا الكفار؟ بعض البهايم عمل كده، ده واحد يظهر مخه ضارب ولا مجنون ده ولا ايه؟ انا رايح يعمل عمره ليها بكلام. لا مش للدرجه دي يعني، ده بس هو والله اللي يعني اللي ضايق الواحد يعني لما بص لا مثلا زي شيخ، مش لا هو مش شيخ الازهر، شيخ السيسي احمد الطيب ده شيخ السيسي مش شيخ الازهر. لا الله يرحمك يا شيخ كشك من الازهر الذي كان شريفا، لكن ده شيخ السيسي يروح يعزي. بص الشيخ الازهر بيعزي بيقول ايه؟ تلك الشخصية المؤثرة التي قضت حياتها في خدمة بلادها واجتهدت في الارتقاء بشعبها. ارتقت بشعبها على حساب مين يا انت؟ مش شيخ انت؟ لا ده يكفي خزي انه معزاش في فخامة الرئيس مرسي الله يرحمه ورحمه واسع ربه وتقبله في الشهداء، معزاش فيه راح يعز في الكفار دول برضو. والله يعز علي ان الشيخ يعني علي قرة داغي، وده يعتبر يعني امين عام بقى اللي هو الاتحاد علماء المسلمين يا اخي. يعني شوف بعت رساله لتشارلز بيقول له ايه؟ تقديرا لتاريخكم، تاريخكم يا شيخنا تاريخهم منيل ب60 نيله، احتلال الشعوب وقهرها وقتلهم. وبعدين انت بتقول فاننا نمد اليكم يدنا البناء على مش عارف اكثر تفهما وانصافا والى التعاون الى الخير. طب انت دعيته للاسلام؟ واحد انت بتقول لي ايوه، بقول لك اهو والله العظيم كان يبقى فخر ليك امام الله عز وجل وعزه للمسلم قبل ما نعزين نقول له احنا ندعوك الى الاسلام. ايه فيها ايه دي؟ سبحان الله.
مش عارف مين كان في اخواننا في افغانستان مره كان قاعد مع رئيس بلد كبيره قوي يعني، اظن يمكن امريكا حاجه زي كده مش فاكر انا عشان بس يبقى الكلام مظبوط يعني. وهم قاعدين قبل ما يتكلموا قالوا بس بعد اذنك يعني احنا بندعوك الى الاسلام لان انت على كفر وعلى شرك بالله، بس عايز تسلم تسلم وقل الحق ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، سوره البقره. لكن يدعوه الى الاسلام، انما ده كلام نقعد نقول لهم الكلام ده، هم ناسيين دول مين؟ تشارلز ده الثالث ده ولا الثاني ولا ابنها، لا بروتستانتي مخلص للمسيحيه. بص لما جه ينصبوه، بص طبعا حاطط الصليب في الوسط بيقول ايه بقى، بص يا سيدي بص القسم، انا تشارلز الثالث ملك المملكه المتحده وبريطانيا واسكتلندا، بص والمدافع عن العقيده اقسم انني سوف احافظ على الديانه البروستانتينيه وفق القوانين التي سنت في اسكتلندا وكذلك الحقوق من اجل دعم الديانه البروستانتينيه وقوانين المملكه المتحده، مع التاكيد على ما تنص عليه كنيسه اسكتلندا من حقوق العباده، ادعوكم لتسليم تلك الوثائق الى الحفظ وما يقر على ان القسم قد تم الادلاء به. واضح؟ مش هعلق بس اقول لك اهو. حد قال له بقى انت متعصب؟ ايه اللي دخل الدين في السياسه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو بيقسم على كده، بص بتاع اللي وراه ده جايبين البتاع ده يعني بعض التواريخ كده يعني، مثلا احتلال مصر لما كان سنه 1882 جايبين الصليب طبعا في النص وجايبين معركه التل الكبير في الاسماعيليه. شوف كلام واضح جدا يعني. وهم اصلهم طيب بص، كان جريده نيويورك هيلارد قبل 100 سنه جايبه في الصفحه الاولى بتاعتها، وكان الكلام ده بتاريخ 11 ديسمبر سنه 1917، وشفت انا البتاع موجوده يعني. العنوان الرئيسي بتاعها ايه؟ بص، بريطانيا تنقذ القدس بعد 673 عاما من حكم المسلمين. هننسى مين اللي سلم فلسطين لليهود الصهاينه؟ مين؟ واعترف اول من واحد يعترف فيهم سنه 1948 كانت بريطانيا، لما نزلوا العلم البريطاني وطلعوا العلم اليهود الصهيوني. الله، سبحان الله، مش دول بتوع وعد بلفور وزير خارجيه بريطانيا؟ عمرو اجيب تاني قال ايه؟ عملها عبد الناصر وباظت، وعملها السادات وباظت، وعملها مبارك وباظت، وانتوا عارفين عملوا فيهم ايه. عبد الناصر كانوا هيختلوه في حادثه المنشيه، السادات قتلوه بيحتفل بنصره على حبايبهم، مبارك قاموا عليه في ايه؟ في 2012 ثوره 25 يناير. يا جماعه خلي بالكم ايه بقى اللي حصل اصلا في الاول. بناء على طلب النيابة العامة، محكمة الجنايات تقرر رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدركين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراءات التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدركين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم. ونفاذا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية على توقف عدد 716 شخصا من المدركين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسستها. ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جار مراجعة موقف باقي المدركين على تلك القوائم، وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه. خلي بالكم الحتة الأخرانية دي، وتنوه النيابة العامة أنه جار مراجعة موقف باقي المدركين على تلك القوائم. يعني لسه في تاني. فاكرين بقى القيادي السابق نبيل نعيم علق وقال إيه بقى؟ لا ضمانات لتراجع الإخوان عن أهدافهم، القوائم مصنفة أمنيا وليس قضائيا، يجب تقديم أي مخالف لمحاكمة عادلة. خلي بالكم برضو من الموضوع ده، في ناس برضو مش فاهمة بعض حاجات. عمرو أديب بيقول لا لعودة الإخوان، 99.9% من المصريين بيقولوا لا، لكن في ناس أكثر حكمة بيقولوا على استبعاد 716 من قائمة الإرهاب، دي إجراءات قانونية. نحن لا نربي العقارب، نحن قرأنا التاريخ بل وعشناه أيضا، يا احنا يا هم في البلد، يا المصري يا الإخواني، احنا الاثنين مش هنعيش سوا. اللي حصل في 30 يونيو ما كانش استفتاء على وجود حزب أو طبقة معينة، لكن الشعب قال للإخوان لا. طبعا ملايين نزلوا، ملايين الملايين نزلوا في ثورة 30 يونيو. خلي بالكم يا جماعة، عبد الناصر ومبارك حاولوا يضم الإخوان في المشهد وباظت في كل مرة. يعني شوفوا التاريخ
بيتكرر. يعني اكيد اتعلمنا، يعني اكيد اتعلمنا من اللي فات، ما مش معقول هنكرر نفس التجربه. رفع اسماء 716 شخصا من قوائم الارهاب، الرئيس السيسي يؤكد حرصه على ابنائه وفتح صفحه جديده. تمام، الرئيس يؤكد حرصه على ابنائه فتح صفحه جديده لهم للانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين، يعني ينخرطوا في المجتمع. انما سياسيا ايه بقى في المشهد السياسي بقى؟ تهيالي لا، يحافظون على بلدهم ويعيشون بامان على ارضها. توجيه من الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدركين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خلي بالكم، وتحقيقا للعدالة الناجزة وإعلاء لدور الدولة والقانون. تفاعلت النيابة العامة مع هذا التوجيه وأفرجت عن مئات المحبوسين من قبل، واليوم طلبت من المحكمة استبعاد مئات من المدركين على قوائم الإرهاب. تمام كده يا جماعة، الدنيا وضحت شوية، نكمل. الأزهر الشريف يرحب برفع مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، أحمد الطيب خطوة جيدة. خلي بالكم أن السيسي هنا قال فتح صفحة جديدة كمواطنين صالحين، يعني سياسيا لا، كأن هم يندمجوا في المجتمع ويعيش كمواطن صالح، ماشي. طب افرض أنه ارتكب جرائم، طبعا هيتم القبض عليه، ده مش حاجة يعني، واحد ارتكب جريمة هيسكتوا يعني عنه؟ يعني لا طبعا هيقبضوا عليه، فدي ما فيهاش نقاش. يعني طن ده حزب حبات الوطن كتب كمان بيان، وكان بيقول خطوة لاحتواء الجميع في دولة القانون، احتوائهم. ما احنا بنقول اهو، شوفوا جمال عبد الناصر، شوفوا السادات، ما هم برضو ايه قالوا ماشي نفتح صفحة جديدة ونسيبهم وينخرطوا في المجتمع. شوفوا مبارك خلاهم يعملوا مستشفيات إخوانية ومدارس إخوانية وجمعيات إخوانية، وخلى يعني أكتر عصر مبارك يعني خلاهم ينفتحوا على الآخر، بس في نفس الوقت كان عينهم عليهم، يعني أي حد كده ممكن يشدوا في أي لحظة، كان مبارك برضو كان حاكمهم. لكن في الآخر عملوا إيه بقى؟ قاموا عليه في ثورة 2011. الرفع من قوائم الإرهاب لم يشمل أي من قيادات تنظيم الإخوان المتورطين في عمليات إرهابية سواء بالتنفيذ أو التحريض. السواد الأعظم استبعادهم من قائمة الإرهاب لم يكن مقبوض عليهم أصلا، لكن كان يتم التحقيق من ارتباطهم بنشاط إرهابي من عدمه. الإدراك على قوائم الإرهاب كان إن هناك أشخاص قبل حتى ثورة 30 من يونيو مشاركين بنسب في شركات يملكها إخوان بزنس فقط أو شركتهم به أسهم لعناصر إخوانية، وعليه مع خطوات محصرة ومجابهة تنظيم الإخوان وتكفيف منابع تمويل الإرهاب، ثم إدراك كل من له أنشطة اقتصادية معهم على قوائم الإرهاب. هناك شخصيات تدخلوا منذ سنوات في شركات أعمال لم يكن يعلموا أن لها ارتباطات بالإخوان وأنشطتهم، وهو ما استدعى وقت طويل للتحقق، وحين تم التأكد من ذلك تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب. الحمد لله، بالأمس من فضل الله تبارك وتعالى هلك رأس الكفر والشرك، هذا المسمى شنودة اللي اسمه نظير جيد، الله ينتقم منه، هلك واستراح منه الناس والعباد والشجر والدواب، واستراحت منه مصر لأنه كان صاحب فتنة طائفية أراد أن يهلك العباد ويوقع المسلمين في الصليبيين. صدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل في صحيح البخاري عندما مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قداسة البابا بطريرك القرازة المرقسية وبابا الإسكندرية وبابا العرب وبابا إفريقيا وأحد أعظم الوطنيين في مصر. تاني، وأحد أعظم الوطنيين في مصر. عندما أجد سفيها من السفهاء يدعي أنه من رجال الدعوة الإسلامية، والدعوة الإسلامية براء منه، يتهكم على قداسة البابا شنودة، أنا بقول هو أصبح عدو لي أنا. بابا شنودة يا أخوانا كتب أبيات من الشعر تأمل فيها العذراء مريم، وتأمل فيها السيدة آمنة أم محمد. البابا شنودة كتب شعرا تأمل فيه
أخوة المسيحية بالإسلام. البابا شنو ده؟ هو صاحب أشهر مقولة وطنية، إن مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. بابا شنو ده؟ هو باحث في علوم التاريخ، هو باحث في علوم الاجتماع، هو باحث في علوم النفس، هو باحث في العلوم السياسية، هو باحث في العلوم الدينية، هو رجل دولة، رجل دين دولة، وليس سفيها مثل السفيه الذي هاجم قداسة البابا شنودة قدس الله روحه وحشره في مكانه بعلم عليم مقتدر. عيب، عيب أن يتصدر السفهاء المشهد الدعوي، عيب أن يتصدر السفهاء المشهد السياسي، عيب أن يتصدر السفهاء كلمة الرأي التي تقود أمة. عيب، عيب. هذا وطن هو أعظم وطن في الأرض، مصر، يا سفيه. وأنا طبعا مش هقول اسمه، مصر يا سفيه اختصها الله في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، فعيب عليك أيها السفيه أن تتهم أيا من المصريين بما ذكرته على قداسة البابا شنودة.